استقبلت اليمن عام 2014 وسط انفلات أمني وانقسام سياسي وفساد مستشري، حيث شهد هذا البلد حوادث اختطاف زادت من قلق وخوف المواطنين. مصادر أمنية أكدت أن مجهولين اختطفوا مواطنا بريطانيا من وسط العاصمة واقتادوه إلى جهة مجهولة في حادث هو الثاني من نوعه خلال أيام بعد اختطاف مواطن ألماني. وذكرت المصادر أن البريطاني المختطف موظف بإحدى الشركات، وقد اقتاده المسلحون مع اثنين من زملائه إلى مكان غير معروف. الربع الأول من العام 2012 شهد تسجيل 11 حالة اختطاف بحق أجانب يعملون في اليمن. اليمن اليوم رصدت عمليات اختطاف الأجانب خلال السنتين الماضيتين، حيث سجلت أكثر من 38 حالة اختطاف تعرض لها دبلوماسيون وأجانب منذ تشكيل حكومة الوفاق. هذه الظاهرة التي تفاقمت في عهد الحكومة ويرجع إلى الانفلات الأمني غير المسبوق في مختلف مدن وأرياف الجمهورية اليمنية. وفيما يلي أبرز عمليات الاختطاف: اختطاف نجل رجل الأعمال منير هائل سعيد، وتم الإفراج عن محمد منير يوم الاثنين 16 من ديسمبر 2013. ولم تقتصر حوادث الاختطاف لرجال المال والأعمال عند محمد منير فحسب، فبعد ذلك تم الإفراج عن رجل الأعمال جيد حسن جيد بعد 4 أشهر من اختطافه في 18 من نفس الشهر 2013. وفي 28 شهر 2013 تم اختطاف مواطنين تركيين من قبل مسلحين بمديرية حبان بشبوة، وتم الإفراج عنهما بوساطة قبلية بعد 10 أشهر من اختطافهم. في 12 مايو من العام نفسه اختطف سفير بلغاريا بوريس بوريسوف أثناء قيادته لسيارته برفقة أسرته في شارع الجزائر التجاري وسط العاصمة صنعاء، إلا أنه نجا من الحادث بعد تعرضه لجروح. وبعد يوم واحد من اختطاف السفير البلغاري اختطف مدير بعثة الصليب الأحمر الدولي في محافظة عدن دانيال كالفوري، وهو سويسري الجنسية، واثنان من مرافقيه على يد مسلحين في مدينة جعار محافظة أبيان، وتم إطلاق سراحهم بعد 3 أيام من اختطافهم. في 16 من يونيو 2013 اختطف مسلحون الصحفية الهولندية جوديث سبيغيل مراسلة إذاعة هولندا العالمية في اليمن وزوجها من وسط العاصمة صنعاء، وأطلق سراحهما بعد 6 أشهر من الاختطاف. 21 من يونيو تعرض الدبلوماسي الإيراني نور أحمد للاختطاف من قبل عناصر مسلحة اعترضت طريقه في شارع بيروت بالعاصمة صنعاء. في 15 من يونيو 2013 اختطاف إماراتي وعماني في فرضة نهم، وتم الإفراج عنهما بعد أسبوع بوساطة قبلية. في 15 من ديسمبر من نفس العام نجاد دبلوماسي ياباني يعمل ضابط أمن السفارة اليابانية من محاولة اختطاف نفذها مسلحون في منطقة حدة بعد خروجه من منزله، إلا أنه قاومهم وتمكن من الفرار بعد إصابته بعدة طعنات. وفي مطلع مارس من العام الماضي اختطف مسلحون هولندي في محافظة صعدة بينما كان على الطريق الذي يصل بين محافظتي الحديدة وصعدة. وفي 17 من سبتمبر اختطاف الصحفي الأمريكي لوك سومر المقيم في صنعاء منذ أكثر من عامين ويعمل مترجما للغة الإنجليزية ضمن الطاقم الإعلامي للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني. وعلى الرغم من صدور قرار إعادة هيكلة وزارة الداخلية، إلا أن الانفلات الأمني عم كل المحافظات بشكل غير مسبوق، مما ساعد على استمرار مسلسل استهداف الأجانب وخطفهم.